لاعب تمرد على كرم أصول مستديرة الساحرة فأحسن الترويض والتسديد، يخلق المساحة من العدم ويسجل من نصف فرصة. ليس مهاجما بالفطرة لكنه سيد لمركزه في وسط الميدان. خمس وعشرون سنة فقط لمدلل شبيبة القبائل محمد نسيم يطو، فهو من مواليد 27 مارس 1992 بالأبيار. فمن مداعبة الكرة بشوارع العاصمة نمت الموهبة في عروقه بالفطرة، وعشقه للكرة قاده لصقل مهاراته ضمن الفئات الشبانية لمولودية الجزائر وثم اتحاد العاصمة. والحاجة لتعلم المزيد قادته إلى الاحتراف مع أكابر مولودية بجاية، ثم أمل الأربعاء بنظام الإعارة. وقاده القدر موسم 2016 إلى نادي الألقاب والتتويجات شبيبة القبائل. درت أنا إن بومباز على بها دوكاني، لقيتها هذيك لا بومباز اللي درتها باسكو جيت على مدينه الجزائر. ثاني في اتحاد العاصمه لا ميم شوز، من بعد هذيك رحت سو فورم دو بري للمبوين كان بينيفيك ليا. طونشينيت بامل الاربعاء وين كان لعبنا في فينال دو كوب دالجيري تما، ومن بعد جاتي لا جياسكا. لا جياسكا سي با بريزونتي. يملك التعويذة السحرية لكسب قلوب جماهير الكناري، فهو المرعب والقادر على فعل كل شيء بإبداع جميل، ومن نصف فرصة يمزق شباك الخصوم. فما إن يروض الكرة حتى تبدأ القلوب بالخفقان. سي السيريو سي الخدمة سي لي جين دو في تاعك، كيفاش تكون اون دور دو تيران، باسكو لا شوز لا بلوز امبورطونت سي اون دور دو تيران. واش دير راك فاهم، ما السهرات ما تسهرش وترقد في الوقت وتاكل تاكل صافي ماكلة ديالك، هو السر باش تونشيني لي ماتش وتكون على اوتر. ميزته الفريدة هي روحه القتالية العالية ومردوده الثابت على الميدان رغم معاناة فريقه هذا الموسم. أما أخلاقه العالية فيصفها رفقاؤه المقربون. اسمه نسيم معروف، وليت فهمي ديال الحاجة الأولى، ولعب متخلق الحمد لله. وما ننساوش بلي سنة راه معاونا بزاف، راه مسجل أهداف كي هو كي بن علجية. إن شاء الله نتمنى له إن شاء الله يزيد يخدم إن شاء الله باش ينجم يكون في المنتخب ان شاء الله. نسيم انسان وليد فاميليا وانسان خدام، وكيما يقول لك ما كان حتى ساق في هذه العفسه ابار الخدمه ولي جي ان دي في ديالو. اون بليس كيما يقول لك هو لي كاليتي تاعو هما اللي تحددوا عليه. ولم يستهلك نسيم يطو وقتا طويلا ليثبت انه رقم صعب في نادي الالقاب شبيبه القبائل، لكن هدفه الشخصي يتعدى البقاء في البطوله الوطنيه. فالمنتخب الوطني يستهوي طموحه والاحتراف حلم يراود تفكيره. لا بريمير دي شوز انا نحب نخرج ان شاء الله اور الجي اور الجيري ان شاء الله نحترف ابري ليكيب ناسيونال ان شاء الله سافياندرا افيك لي جور ان شاء الله. مشوار نسيم يطو يبقى حافلا ومميزا لحد الان، لكن الطريقه تبقى طويله لبلوغ اهدافه المرجوه. الا ان العزيمه تولد الاراده، والطموح الممزوج بالعمل المتقن يكسر الحاجز تلو الاخر.